انا من الزهر تعبت بحياتي وما قصر شوي امي، بس ما جازوني. ضحيت من الزهر، اشتغلت اجيب وانطيهم، ورحت للاردن 5 سنوات بقيت. المهم كنت اداوم بالجيش، يعني ما اقصر وما انصفوني. يعني بكل شيء ما انصفوني. وصلت الامور يعني حتى لو لي حصه بالبيت ما حد انطان. وطلعت مغبون من سببهم. فانا هسه من ارفع ايدي عنهم، يعني ما اعطي لا مصرف لا شيء، هم يروحون ذنب من هذا الشيء. انا هذا عمر ما قصر من زمن صدام لحد الان. منو اللي الان موجود؟ والدتك والدك موجودين؟ لا والدتي. ها والدك توفى؟ توفى والد. وما اعطوك شيء من الورث؟ هذا كل شيء معك، الله وكيلك، بانا بالتجاوز بالشارع. واضح. وانت الان بالجيش؟ اي بالجيش. يعني بالجيش تداوم؟ اداوم. وطلعت مغبون وخلوني بمكان مو زين ومقابل ناس مو زينين وكل هذا، وانا بعدني مغبون من عندهم الى درجه يعني كل شيء ما حصل. خير ان شاء الله. بلي ان شاء الله. سمحت السيد يجاوبكم اخ عماد، الله يحفظكم. نعم سمحت السيد. حبيبي الاخ عماد بلي. شوف حبيبي، اولا انت لمن سويت؟ خلني اسالك سؤال لا باس، لمن عملت؟ وانا كل شيء سويته لهم، لمن سويته؟ سويته لله، يعني انت ساعدت امك، ساعدت ابوك، وقفت لهم لله وطلب رضا الله، افتهمت انه رضا الله من رضا الوالدين، لذلك انت لوجه الله فجزائك عند الله. نعم قد الانسان يغبن اللي وقف له، الانسان قد ينكر جميل اللي وقف له، قد الانسان يتغافل، هذا كله صحيح، بس انت خلي عينك بمن؟ بعين الله. ان يا رب انا اريد انت على اي حال تعوضني ما صرت إليه من الغبن والخسارة والألم. أطلب من الله وبإلحاح. هذا واحد. اثنين أنه في واقع الحال إذا كان الإرث حقك، أكله حقك، أنت تقول يا رب أنا ما أبرد ذمة إلى يوم القيامة، إخوانك أخواتك أن تبقى في ذمتهم. هاي اثنين. ثلاثة، لا تقف عند هذه النقطة. يعني شنو؟ يعني لا تيأس ولا تضوج ولا تتكاسل، ابدأ من جديد. خلص أنا كأنه ما عندي أي أخ، ما عندي أي كذا، وأبدأ من جديد في أن أرتب لنفسي كيان، أرتب لنفسي أمر. تقول أنا يجب علي أن أنطيهم شيء، إذا هم الوالدة طبعا أخوتك أنت ما عندك أي مسؤولية تجاههم، أخوتك خواتك ما عندهم، كلهم كبار وهم يتكفلون أمرهم. والدتك إذا كانت مستغنية وعدها أيضا مواجب عليك أن تعطيها شيء، وأنت حاول أن تكون نفسك وترتب أمرك، لا تتأذى ولا تقطع العلاقة معهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وكون أنت شنو إن شاء الله تعالى قوي في مواجهة المشاكل.